وللحديث عن تسجيل إصابات بالحمى النزفية في عدد من محافظات العراق، معنا من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق السيد فراس الموسوي. مرحبا بك. اهلا ومرحبا ومرحبا، اهلا وسهلا بك. اهلا بك. يعني ما خطورة تسجيل العديد من الإصابات في التأميم وميسان ونينوى بالحمى النزفية؟ نعم نعم، يعني مدى خطورة هذا؟ الله، نعم. السلام عليكم. أهلا بك. بكل عام. أهلا بك، حياكم الله. أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير، وتحية لك ولمشاهديك الكرام. وأنتم بخير. بس لتصحيح العنوان، فراس الموسوي نقيب التمريض العراقي. نعم نعم. بصراحة تعرف اليوم العراقي يمر بصراحة معترك، بعد أن تعرض لإصابات بفيروس كورونا واللي بصراحة تعرضت لكل العالم، فبالتالي هذه الإصابات اللي حصلت والوضع الصحي العام والانهيار الصحي في أغلب بلدان العالم جعل من العراق أيضا بصراحة ساحة لهذه الإصابات الكبيرة والمتفاقمة، خصوصا اليوم العراق يعاني من قضية الوضع الصحي والمواساه الصحيه وزياده عدد السكان وبالتنامي البشري السريع، وما يقدر سنويا اكثر من 2 مليون ولاده او 1 مليون ولاده العفو تحصل سنويا. نعم. وهذا عائدات على المؤسسات الصحيه بصراحه عكسيه، على اعتبار اليوم المؤسسات هي مؤسسات قديمه وتعاني من الخدمات والبنى التحتيه بصراحه المتهالكه بسبب هذا بشكل عام. لا عام، لكن لو تكلمنا عن الحمى النزفية، يعني كيف ساعد غياب الرقابة الصحية في انتشار الحمى النزفية في العديد من مناطق العراق؟ لو ركزنا فقط على هذا الجانب، لأنه الجانب الصحي في العراق بالتأكيد يعاني من تلكؤ وتهالك في المؤسسات. نعم، اليوم تعرف هذه مجموعة عوامل. نعم. هي مؤثرة من ناحية الحمى النزفية، فبالتالي يجب أن تكون هناك رقابة صارمة وشديدة وملاحظات وتقييمات من قبل وزارة الصحة ومن قبل القائمين على المؤسسات الصحية لهذا المرض. الحمى النزفية هي تعرف اليوم الإصابات لعله أكثرها للمرضى الذي يحملون الأمراض الوراثية الدموية مثل أمراض الدم، فبالتالي اليوم عندنا إصابات بصراحة كثيرة، وأيضا لعله حتى في بغداد موجودة. واليوم الحمى النزفية هي أيضا ذا خطر على الواقع البشري في العراق، وحتى الحمى التيفويدية والكثير من الأمراض التي يعاني منها الموارد البشرية في العراق، وحتى اليوم مؤسساتنا الصحية وملاكاتنا أيضا تتعرض لهذه الإصابات. فبالتالي هذه الأعداد اللي تم إعلانها من قبل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة هي بصراحة موقع ينذر بخطر وموقع انذار لدى الجميع، وايضا يجب ان ياخذ الواقع الصحي منحى جدي وتحامل جديد من خلال العنايه والالتفات للواقع الصحي، لانه الحمى النزفيه ايضا من الامراض الخطره والتي يجب ان تكون هناك عنايه خاصه بهذه الامراض، لعله حتى يصابون في هذه الامراض هم يعانون من قلة المناعة، وبالتالي هذه المؤثرات اللي تكلمنا بها سابقا هي عائدات سلبية على أنواع الأمراض يعني وعن المرضى المصابين بهذه. سيد فراس، بالحديث عن العناية الخاصة، هل المشافي والكوادر الصحية قادرة بالفعل على التعامل مع هذا المرض ومواجهة الإصابات التي ربما قد تؤدي إلى الوفاة؟ نعم، اليوم الملاكات هي قادرة على التعامل مع أي طارئ يحصل بالمؤسسات الصحية. نعم. وتعرف اليوم هي الحمى النزفية حمى فيروسية، وهي من الأمراض المعدية بصراحة، إصابات تكون شديدة ومهدد الحياة، وأيضا تصيب الأوعية الدموية الصغيرة وكثير من العلامات والأعراض، وبالتالي أغلب ملاكاتنا هي ما يعني بصراحة متدربة ولديها العلمية النظرية والعملية الكافية للتصدي، وخير دليل هي تصديها لجائحة كورونا اللي هي ضربت جميع أنحاء العالم. فبالتالي نعم الملاكات قادرة، لكنه هل الأدوات والمواد هي متوفرة لهذه الملاكات للتصدي
هذا ما نتحدث عنه. الملفات الطاقة البشرية العلمية موجودة، لكنه هل الأدوات متوفرة؟ وهنا السؤال، أنت لازم تكون عندك مادة بشرية ولديها القدرة على التعامل، يجب أن توفر لديها الأدوات، وهذه الأدوات عادة ما تكون إما قليلة أو شحيحة وغير موجودة. فبالتالي هذا راح يكون عندنا هنا خطر على المؤسسة، العامل في المؤسسة الصحية، وكذلك عائدات السلبية على المواطن العراقي. فبالتالي يجب أن توفر الأدوات لتصدي لأي جائحة ولأي مرض ولأي لا سامح الله طارئ يحصل في البلد. إذن المشكلة هنا في المستلزمات الواجب توفيرها لمواجهة هذا المرض. بالحديث عن المواطنين، ما المطلوب من المواطن اليوم للوقاية من انتشار الحمى النزفية في العراق؟ وهل تعتقد أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة كافية لمنع انتشارها وتفشي هذه الإصابات؟ نعم، بالبداية بصراحة أنت يجب أن تعرف العراق حتى متى تستطيع أن تصد الحالة. متى ما صار عندك بصراحة نزيف تحت الجلد أو خلل وظيفي في الجهاز العصبي، غيبوبة، هذيان، فشل كلوي تنفسي، لا سامح الله يحصل حمى، هاي المقدمات إذا ما حصلت يجب عليك في البداية زيارة الطبيب وأقرب مؤسسة صحية يجب أن تصل إليها. المضاعفات ممكن أن تحصل هناك الكثير من الحالات المتفاقمة، وهذا يسبب بالتالي إلى ما لا سامح الله تفاقم الوضع للوفاة. الوقاية هي يجب أن تكون هناك مناطق يعني منفتحة، السفر يقل، الازدحام يقل، وسائل واقية، التعامل مع الدم وسوائل الدفء المصابين يجب أن يكون بحرر شديد جدا، وخاصة لملاكاتنا في مؤسسات صحية. ابتداء واقيات، احتياطات تأخذها بعين الاعتبار، وخاصة النفايات والمواد، الصراحة النفايات اللي خاصة تعامل بها المواد البشرية، فيجب أن الوقاية من هذه الأمور. وبالتالي إذا ما حصل لا سامح الله في عارض معين يجب زيارة أقرب مؤسسة صحية أو الطبيب الاختصاص حتى تقلل المضاعفات، وبصراحة يقدر يقلل موقف الخطر، يقلل نسبة الخطر لا سامح الله للمصابين. شكرا لك سيد فراس الموسوي نقيب فريق التمريض في العراق على هذه المعلومات، ونتمنى السلامة للجميع.